كان علينا امتحان تاريخ يعني متوسط اجا وطويل بده وقت شويه اخر شيء. قدمنا اليوم امتحان تاريخ والامتحان يعني جد اليوم بقى صعب صعب لدرجه انه في سؤال رسمت له تسجيل صوتي كتبت عليه انكر الفتح، يعني جد امتحان بقى صعب صعب. يعني اللي كانت مش قسطنطينيه من بعد تركيا ثالثه مش درجه، يعني الامتحان لما انت مش ماخذ فيه واحد الفصل الثاني وكل الاسئله فصل ثاني يعني مش لهالدرجة. الامتحان اجى نار، الامتحان تاريخ جايبين من المريخ ومركزين على وحدة الامبراطوريات اللي هي مش داخلة يعني اللي هي احنا ما اخذناهاش بالمدرسة. يعني كان عندنا حوالي 50 علامة من الفصل الثاني واحنا ما اخذناش شيء من الفصل الثاني، هذا الاشي كثير اثر علينا. وبخصوص الامتحان الجغرافيا يعني احنا تغلبنا وصلنا هون المدارس بقريب الساعة 9 مع الظروف اللي واجهتنا للوصول لهون، ومع هيك التغى الامتحان وهذه الظروف اثرت علينا كثير. اليوم قدمنا امتحان تاريخ، الامتحان كان من متوسط لصعب، صعب جدا. واجهنا كثير مشاكل بالامتحان، اغلب الاسئله كانت من الفصل الثاني، ما عرفناش نقرا من صوت الزنانات وصوت الجيش والاباتشي كانت تخلع فوق روسنا. اليوم كان امتحان من متوسط لصعب، كان امتحان طويل بده وقت يعني كثير، واغلب الاسئله اجابات هن يعني لا اكثر من 5 اسطر. وبالنسبه للاقتحامات الجيش بتاثر علينا بسبب يعني صوت الزنانه بتاثر على تركيزك، بتشوش على كثير اشياء يعني بالعقل. بتعرف ايش تكره؟ وصوت زنانات والطخ، وبضلك مشغول على بال البطخ والمقاومين، وغير هيك انك قاعد بتأجل امتحانات وهيك عبطنا امتحان بيومة الوقفة. الاقتحامات بتأثرت على جميع طلاب جنين، يعني عندك لما يصير اطلاق نار في المواجهات انت بتشتت تركيزك، غير هيك الطيران اللي بيصير وصوت الزنانات، وغير انه بيقطعوا الطرق والمواصلات عليك انك تصل لمدرسة امتحانك. وبخصوص الجيش لما فاتوا على جنين يوم امتحان الجغرافيا نزلنا باب المدرسة قعدنا ساعتين، الوزارة قالت لنا بعد ما نزلنا على جنين وبعد الساعة 9:30 قالوا إنه الامتحان دي يتأجل ليوم قبل العيد بيوم، وقبل العيد بيوم أصلا رح يبقى معانا نص يوم تاني ندرس الامتحان الجغرافيا، يعني مش رح نلحق ندرس له.